أهلا بكم. تصبح كرة القدم ذات معنى وذات قيمة عندما تستخدمها لنصرة دينك وعقيدتك. شابوه للأهلي العظيم وجمهوره العظيم بالأمس، وشابوه للزمالك العظيم وجمهوره العظيم اليوم. أشعر بفخر رهيب وعظيم أني أشجع هذا الكيان، أني أشجع هذا النادي الوطنية والكرامة، نادي الوطنية والكرامة نادي الزمالك العظيم. شكل مجلس حسين لبيب بدأ يشتغل يا رجالة. مدرسة الفن والهندسة بتفتح أبوابها من جديد بخماسية في مرمى سموحة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم. يصل للبونت رقم 8 بخماسية في مرمى سموحة. الزمالك الترتيب الثالث بثمان نقاط خلف كل من فيوتشر والمصري البورسعيدي، لكل منهما 9 نقاط. شابوه للزمالك العظيم، مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم. شابوه مستر اوسيريو، ماتش كبير وباقتدار. لما تثبت 11 راجل في الملعب، لما بتلعب بشخصيه لازم يكون ليك شخصيه، الفرق كلها لازم تهاب وتخاف نادي الزمالك العظيم. الزمالك اسم كبير في عالم المستديره. عموما شوط اول لتعليم فنون كرة القدم، شوط عظيم، شوط تاني اعظم، الجزء الاخير المنتصف الاخير من الشوط التاني لتعليم اساسيات التدريب. شابوه مستر اوسيريو. شيكابالا مثل العطور، كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وصارت افضل. شابوه يا شيكابالا يا راجل يا عظيم. زي ما كنا بننتقد اوباما وبننتقد يوسف اوباما وعمر جابر ودونجا، الثلاثه كنت بنتقدهم انا شخصيا، ولكن احب اقول لك الثلاثه تحيه اشاده وشكر من الاعماق. تطور كبير ورهيب في مستوى الثلاثي سواء اوباما او عمر جابر او دونجا كمان. شابوه ونتمنى الاستمراريه رجاله والله العظيم. عموما احمد فتوح اقترب من التجديد لنادي الزمالك العظيم اقرب من اي وقت مضى يا جدعان. ان شاء الله باذن الله اصيع لاعب في البلد كلها هيستمر في نادي الزمالك بنسبه تفوق 99.9. دفاع نادي الزمالك العظيم علامه استفهام. الزمالك فريق كبير في كره القدم، ما ينفعش انت فريق هتنافس على الالقاب وتستقبل في كل الماتشات. الزمالك استقبل في ماتش بيراميدز، واستقبل في ماتش المقاولون، واستقبل في ماتش البنك، واليوم في ماتش سموحه. في اول ماتش هدفين، وبعد كده كل ماتش هدف. ما ينفعش، عوده الونش هيكون لها دور كبير ان شاء الله في دفاع نادي الزمالك العظيم. عموما نتمنى من الاعماق بدايه تصحيح المسار بمجلس اداره عظيم وجديد، مجلس إدارة مخلص، مجلس إدارة محترم. نتمنى إن الزمالك يشتغل على ورقته بس، يبص قدامه ويبص في ورقته بمشيئة الله. ملناش دعوة بأي حد، ملناش دعوة بالنادي الأهلي، سيب الأهلي في حاله وخلي الأهلي شغال زي ما هو شغال. اشتغل أنت على نفسك علشان توصل للهدف المنشود. انتهاء الحقبة الأسوأ في التاريخ على مر التاريخ لنادي الزمالك العظيم. انتهى التوريث، خلاص انتهى التوريث وانتهى العزبة كمان للأبد. مليون مبروك مجلس إدارة محترم، مجلس إدارة مخلص للكيان، مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيم. الفرد الأقوى بالنسبة لي وإضافة قوية في ملف الكرة بنادي الزمالك هو أحمد سليمان، أقوى شخص في مجلس إدارة نادي الزمالك، وهيفيد نادي الزمالك في ملف الكرة بنسبة تفوق 100%. مليون مبروك من الأعماق للزمالك العظيم، نتمنى تكون بداية تصحيح المسار لنادي الزمالك. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد حبيب قلبي. دمتم في أمان الله.